دلوقتي معانا على التليفون دكتور مجدي تجربة مرت بده، فمحتاجين نسمع منها اكتر. دلوقتي معانا على التليفون استاذة ياسمين الحبال. مساء الخير استاذة ياسمين. ويعني اللي انا فاهماه ان حضرتك بتكفلي طفلة من سنتين ونص تقريبا. عايزة اعرف الموضوع ده بدأ ازاي، والفكرة جات لك منين؟ والحقيقة انه احنا يعني شفنا تجارب زي دي شبهها يعني حوالينا، وشفنا تجارب حتى درامية. لو حتى من قريب كنت تابعتي مسلسل منة شلبي ليه لأ، يمكن أكيد شفتي نفسك في هذا المسلسل. عايز أعرف تجربتك مع مسألة الاحتضان وإزاي أثر على حياتك. مساء الخير يا غدير. مساء الخير يا دكتور حاجبي. أهلا بيك والضيفة. أهلا بيك. هو ده حقيقي، أنا كفلت بنتي فعلا من سنتين ونص تقريبا، كان عندها 3 شهور، هي دلوقتي عندها 3 سنين الربع تقريبا. والموضوع ابتدى معايا في الواقع من زمان قوي، من زمان من وانا في المدرسه، لما كنا بنروح رحلات لدور الايتام، وبعد ما خلصت المدرسه وكملت لوحدي في النشاط ده كحاجه انا كنت طول الوقت حاسه ان الاطفال مكانها مش في الدار، ان التربيه في الدار دي فيها حاجه ناقصه، فيها حاجه غلط. ان الاطفال، ان انا عايزه لما اكبر واتجوز وكده عايزه اكفل طفل عندي في البيت مع اولادي اللي هخلفهم. مش يعني عمري ما فكرت ان انا لو ما خلفتش هكفل، انا كنت عايزه اكفل في الثلاث. ولما الدنيا مشيت وكبرت واتخرجت واشتغلت وحصل ان انا ما اتجوزتش، قررت عايزه اكفل لوحدي. يعني مش هفضل مستنيه بقى خالص ان انا اتجوز خالص. يعني طب ياسمين، انا بس عايزه اسالك في حاجه. المجتمع حواليكي متقبل الموضوع ازاي من اول باباكي ومامتك واخواتك؟ احنا برضو عندنا مشاكل في النظره المجتمعيه لمساله الاحتضان دي مش سهله. انت قابلتي ده ولا ما قابلتيهوش، ولا الموضوع اتغير وبقى احسن مثلا؟ الاثنين، يعني انا قابلت يعني الاثنين. انا رايي اصلا طول عمري المجتمع عنده مشكله ما يعملهاش هو، لكن انا عملتها هو ملوش دعوه بيا. انا ما بعملش حاجه غلط يبقى ما حدش يقدر يقول لي ما تعمليهاش. ده انت بتعملي احسن حاجه في الدنيا. بالظبط، وده مبدا في كل حياتي اصلا، فما بالك بقى في حاجه زي دي. فاهلي كانوا رافضين الفكره، قالوا لي لا، بس يعني قالوا لي لا، واللي قال لي صعب، وقال لي انت سنجل، مسؤوليه مسؤوليه لوحدك. وبابايا اكشولي قال لي ليه نتحمل مسؤوليه طفل مش ابننا؟ ده كانت النظره. بس بعد نقاشات بقى، يعني انا كنت ماشيه اوريدي في خطوات الكفاله وفي الاجراءات، وانا عارفه ومقتنعه 100% ان هم فكرتهم غلط وانا عايزه اصلحها لهم. فكنا بنتناقش كتير قوي في الموضوع. طب وبعد حوالي سنتين ونص الفكره دي اتغيرت بنسبه قد ايه؟ لا مش سنتين ونص، احنا يوم ما غاليا دخلت البيت كله غلط. خلاص اللي هو ايه ده، هو ازاي كده؟ كله خلاص حس انها بنتنا، هي بنتي، وانا 100% خلاص مفيش حد هيقدر يقول لي انها مش بنتي. فخلاص كل محدش لما يجي لما تيجي تتخطبي تتجوزي هيقول لك لا انا مش متقبل الموضوع ده. ودي بتبقى ازمه كتيره للطفل اللي تم كفالته انه يرجع تاني. معلش ثانيه، هسالك سؤال بجد. هي الام البيولوجيه لما بتطلق او تترمل ويجي حد يقول لها لا انا مش عايز ولادك، بتعمل ايه؟ يا هترفض يا هتقبل، وده هيرجع ليها كشخص. انا كشخص لا يمكن هقبل ان انا يبقى عندي عيشه بعيده عن ولادي، مكفولين او بيولوجيين. فهو ده وارد كده وارد كده، هي مش مشكله اصلا، فاهمه؟ انا فخوره بيكي جدا يا ياسمين، وربنا يبارك لك في غاليه. شكرا جزيلا على وجودك معانا.